المفوضية الأوروبية تتحدث عن مقترح أو مقترح لتسقيف سعر الغاز الروسي، وهو المقترح الذي يصب في نفس سياق قرار مجموعة الدول السبع مع النفط الروسي أيضا. ماذا يعني هذا ضمن مسار حرب الطاقة، وإلى أي مدى يمكن تجسيد هذا التهديد على أرض الواقع؟ هو الهدف الأوروبي هو تضييق الخناق على صناعة الطاقة الروسية، وكذلك منع موسكو من استلام مزيد من الأموال ثمن الطاقة، يعتبر ذلك هو تمويل لآلة الحرب الروسية. ولكن وضع سقف للأسعار بطريقة تعسفية بدون موافقة البائع وبدون موافقة المستوردين الكبار، طبعا سوف لا تنجح العملية، لأنه هناك عقبات كثيرة. أولا، هي فكرة تبدو سليمة وجذابة نظريا، أننا سنعاقب روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ولكن كما قالت مجلة الإيكونومست الاقتصادية البريطانية مؤخرا قبل عدة أيام، قالت أن فرض سقف على أسعار النفط مثلا هو دليل أن، لأنها تأتي في إطار العقوبات الغربية على روسيا، وفرض سقف الآن هو دليل أن العقوبات لم تنجح، لم تحقق الهدف المنشود، لذلك سنزيد الضغط. ولكن هناك عقبات كثيرة قانونية، تقنية، تجارية، نبحثها خلال النقاش. سنفصل فيها لاحقا. هذه النقاط أستاذ نهاد.